الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ترد على قرار توقيفها مدى الحياة وتجريدها من ألقابها. إليكم التفاصيل. ردت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف على قرار تجريدها من الألقاب التي تحصلت عليها وإيقافها مدى الحياة من ممارسات الملاكمة النسائية. وصرحت إيمان خليف لأحد المواقع الإخبارية واصفة الخبر بالغريب والسخيف. من جانبه صرح رئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة لذات الموقع على خلفية الخبر المتداول قائلا: لا يوجد أي شيء رسمي بخصوص هذا الأمر، إنها مجرد شائعات من طرف أبواق إعلامية تستهدف بطلتنا منذ أولمبياد باريس. إيمان بطلة بجدارة واستحقاق، وأثبتت ذلك أمام الجميع، وكل ما يقال لا نلتفت إليه كهيئة رسمية. هذا وكانت المنظمة الدولية للملاكمة قد أعلنت عن تجريد الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من ألقابها وتوقيفها مدى الحياة من ممارسة اللعبة على خلفية نتائج فحوصات أجريت لها مؤخرا وأكدت أن الملاكمة ذكر، وبالتالي فقد قامت عمدا بعملية تحول جنسي لأجل التحايل على المنظمة والمشاركة في المسابقات النسائية للملاكمة.